مرحبا يا أصدقاء، اسمي إمره آيدن، أنا طالب في السنة الثالثة في كلية الشريعة بجامعة إنانو. تم إنشاء قسمنا بهدف تهيئة علماء الدين الذين يمكنهم أن يأخذوا القرآن والسنة كدليل لهم ويفسروا الحياة التي يتم عيشها ويجدوا حلولا للمشاكل. تستقبل كليتنا طلابنا في البداية بعملية تعليمية لمدة 5 سنوات. يتم في السنة الأولى من هذا التعليم تدريس سنة تحضيرية للغة العربية. يتم اعتبارا من السنة الأولى تدريس دروس في مجالات العلوم الإسلامية الأساسية والفلسفة والعلوم الدينية والتاريخ الإسلامي والفنون. يوجد في الكلية لدينا مساجد لكل من الطلاب والطالبات أيضا. بالإضافة إلى ذلك يوجد لدينا جامع متعدد الوظائف تم إتمام بنائه خلال هذا العام. توجد صالات قراءات متنوعة وقاعات مؤتمرات داخل جامعنا. يتم إعطاء التدريب في كليتنا في السنة الرابعة. يتم إجراء التدريب في المدارس التابعة لوزارة التربية الوطنية. بالإضافة إلى ذلك يتم إجراء التدريب في مؤسسات متنوعة داخل هيئة رئاسة الشؤون الدينية. يعمل طلابنا المتخرجين من قسمنا بشكل أساسي في مجالين رئيسيين، أولهم تدريس الثقافة الدينية والأخلاق في المدارس التابعة لوزارة التربية الوطنية، كما يمكن لخريجينا تدريس دروس مهنية. ثانيهم أن هناك فرص للعمل في مجالات متنوعة داخل هيئة رئاسة الشؤون الدينية. إن السبب في اختياري كلية الشريعة هو اهتمامي بالعلوم الدينية وتدريس دروس في مجالات متنوعة معا. إن سبب اختياري لجامعة إنانو هو أنها واحدة من أكثر الجامعات الراسخة في هذه المنطقة، وكون أن لديها الكثير من الأنشطة الأكاديمية والثقافية في دولتنا. أكبر أهدافي بعد التخرج هو العمل بالتدريس. أفكر بعد ذلك في العمل كأكاديمي في كلية الشريعة بجامعة إنانو. أنصح أصدقائنا الذين سيختارون جامعتنا وكليتنا بالمشاركة في الأنشطة الثقافية والأكاديمية، وأنصحهم باختيار قسمنا. أتمنى النجاح للأصدقاء الذين سيدخلون للامتحان. نريد أن نراكم جميعا في كلية الشريعة بجامعة إنانو. أن تكون من إنانو هو امتياز.